مساء الفل. الأهل، الأهل المفروض والطبيعي إن هم يكونوا السند والأمان وكل حاجة حلوة في حياتنا، بس مع الأسف بقينا كتير بنشوف حاجات عكس كده تماماً، وده بيكون سبب في مشاكل كتير بيعيشها مين؟ الأبناء. يمكن طول حياتهم يفضلوا متعذبين باللي الأهل عملوه. اللي هنتكلم عنهم النهاردة مش بس أهل البنت اللي بيعملوها وحش أو بيخلوها حياتها جحيم فبتقبل بأي عريس وخلاص عشان تجري وتهرب من البيت، لكن كمان الأهل اللي بيتحكموا في ابنهم وبيتدخلوا في حياته بطريقة ممكن تخرب بيته، ومع الأسف الشديد يكون مش فارق معاهم. لازم نفهم، لازم نفهم إنه حياة ولادنا مش لعبة، وخراب البيوت بإن إحنا نتدخل وسوء المعاملة كارثة بتدمر حياة أسرة بالكامل. قبل ما نحكي القصص دي عايزة أقول لكم إن إحنا دايماً بيكون معانا دكتور نفسي، بس أحياناً بنكون عايزين حد أهل خبرة، حد يكون قريب مننا، حد ممكن يسمعنا يحل مشاكلنا، نحس إن إحنا فعلاً فارقين معاه، قريب مننا، شبهنا، من شارعنا. خلوني الأول أرحب بصديقي وعشرة العمر المذيع الراقي الجميل شريف مدكور. ازيك يا شريف؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ ازيك يا سيل؟ مبسوطه ان انت معايا. ده انا سعيد وميرسي ان انت كلمتيني وميرسي ان انت على راسي يا شريف والله. جبتيني النهارده عندك البرنامج اللي انت جبتني قبل كده. طبعا. انا اللي ميرسي. وسعيد ان انا دخلت النهارده مبنى ماسبيرو، كان وحشني المبنى اللي انا اتربيت فيه وتعلمت فيه ازاي اكون مذيع ومقدم برامج، فانا بشكرك شكر خاص، وبشكرك كمان شكر خاص قوي ان انت مهتمه بالاسره المصريه ومهتمه ان انت تشوفي الاسره المصريه في احسن حال، وبتعملي مجهود يحسب، فده في ميزان حسناتك. الحمد لله. ويعني سعيد بيكي ومبسوط ان احنا النهارده هنقعد نحاول نفتح قلبنا. اشمعنى انت بتحس بالست المصريه؟ يعني الستاتس اللي انت كتبته انه ست بتضحي قوي فبيحصل فيها كده. بص يعني القصص اللي معنا انت عارفها هي مقبضه. طبعا. مقبضه. انا مقتنع جدا وبحب قوي الست المصريه. واكثر لقب بيتقال لي بيبسط قلبي بيفرحني مذيع الستات. ايه ده بيتقال لك كده؟ طبعا ده حلو. هما لما طلعوه كانوا بيبقوا بيتريقوا فاكرني هزعل، بس انا لما يتقال ده مذيع الستات، الست دي امي، الست دي جدتي، الست جدع، دي خالتي، الست دي ربتني، عمتي، جارتي، زميلتي، بنتي، فده تاج على راسي ان انا ابقى الستات في مصر الحمد لله نسبه كبيره منهم بيحبوني بيتفرجوا عليا. أيوة والاطفال والرجاله كمان، عشان برضو الستات مقهوره فعلا، يعني بيجبروها في العيله ان هي تعمل حاجات ضد ارادتها. أطبعاً. لغايه دلوقتي واحنا في 2021 في شايف ان الست مقهوره. المجتمعات الشرقيه في كده، مش في مصر بس، في اغلبيه المجتمعات الشرقيه في كده، بيجبروها من وهي طفله انها بتتختن، هي مش عايزه ده. وبقالنا عمالين نقول من ساعه ما بقيت مذيع بقالي 23 سنه لا لختان الاناث، لا لختان الاناث، هم ولا للزواج المبكر ولا لمليون حاجه ولا للضغط، ضغطي والد الانتحار. طبعا ما تجوزوش بناتكم رجاله، يبقى الفرق كبير في السن، كل ده احنا بننادي بيه. يعني انا في الاول ما كنتش مصدقه ان في زواج مبكر. شفتي يا شريف من كام اسبوع كان في فتاه المول اللي قالوا ان كان في ضغوط عليها اللي نطت، دكتور اللي انتحرت، فعلا ممكن يوصلونا او يوصلوا البنت للانتحار من كتر الضغوط؟ طبعا هي مش حاسه بامان في بيتها. حسوا باولادكم بقى. يعني اللي احنا بنقوله النهارده، احنا فعلا حسوا باولادكم، احنا جيل اتفرم بجد. كل الاجيال اتفرمت. بس انا هقول لك حاجه، بس احنا مضغوطين قوي يا شريف. قبل ما نقول حسوا باولادكم، هو انتوا خلفتوا ليه؟ يعني هو الاب الاثنين اللي بيتجوزوا المفروض قبل ما يخلفوا يقولوا احنا هنربي ازاي؟ هنجيب كائن سعيد. بالظبط. دايما يقول لك ايه، لا كل عيل بيجي برزقه. ده اللي احنا بنشوفه في قصه حقيقيه، المال والبنون. فلازم يبقى معاكي المال عشان تجيبي بنون، عشان تجيبي البنون اللي هتعرفي تربيهم. لكن انت هتجيبي البنون وما فيش المال، طب انت هتصرفي عليهم ازاي؟ هتعالجيهم ازاي؟ هتفسحيهم ازاي؟ هتدلعيهم ازاي؟ هل في اي حد؟ زمان الوضع كان مختلف. دلوقتي احنا في عصر سريع جدا، متطلباته كتيرة جدا، فلازم قبل ما حد يرتبط، قبل ما حد يخلف، يكون على قد المسؤولية، ما يجيش بالضغط بقى. تعالى أوريك القصص اللي معانا. يلا النهاردة. يلا نبدأ عشان انت اللي هترد على الناس كلها. يلا بينا. اسمي سلمى، عندي 23 سنة. حكايتي ابتدت من وانا عندي 19 سنة لما اتجوزت جواز صالونات. كنت في خطوبة واحدة صاحبتي وحد شافني
وجيت قدم لي. في الوقت ده بابا كان بيعاملني وحش قوي وكان بيضربني انا وماما وبيطردنا من البيت في نص الليل، فاضطريت اوافق على العريس عشان امشي من البيت باي شكل. بيضربني انا وماما يعني، وان انا وافق على العريس عشان امشي من البيت باي شكل. سمعت الجمله دي كتير قوي وسمعتها هنا في قصه حقيقيه. حرام على كل اب بيخلي بنته ان هي ترمي نفسها في اول جوازه تقابلها عشان تهرب من ناره، وبعد كده بنكتشف ايه؟ انها راحت لنار اوحش. تعالوا نكمل. العريس كان مطلق ومعاه ولد، وقال ان ام الولد سايباه ومش عايزاه، وقال لي عايزك تساعديني في تربيته. وافقت واتجوزته في 3 شهور، وبعدها بشهر ام الولد اخدته بحكم محكمه، وبعدها انا حملت وجبت ولد منه. بس هو كان بيعاملني وحش قوي يا سيدي، وضرب واهانه حتى وانا حامل، وكنت مضطره استحمل عشان ما ارجعش بيت بابا تاني لحد ما ولدت. كان ما بيصرفش عليا ولا على ابني وبيعاملني وحش قوي، لحد ما خطفوا مني بكل نداله وقال لي تنازلي عن كل حاجه يا اما مش هتشوفيه تاني، وعمل معايا نفس اللي عمله مع طليقته. وفعلا اضطريت اتنازل لان ابني كان ساعتها بيرضع، وخدت ابني ورجعت بيت بابا تاني وانا في قمه الانكسار، واللي كنت خايفه منه حصل. بابا رجع لعادته القديمه، ضرب واهانه ومعامله وحشه وطرد من البيت، وامي كانت متبهدله معايا لحد ما جه واحد اتقدم لي وقال لي ابنك في عيني. قلت ربنا عوضني بيه، كان مطلق ومعاه بنت من طليقته واتجوزته في شهر واحد. ما لحقتش اعرفه عشان معامله بابا ليا واهانته ليا والماما. اتجوزته وبدا هو كمان يضربني ويهني ويعامل ابني وحش ويقولي مشيه من هنا، وبقى يشرب حاجات وحشه، وخفت يعمل حاجه في ابني فديته لماما، خلاني بعت ذهبي وخد نفقة ابني مني، وبرضه معاملته معايا هي هي. واستحملت كتير معاه لحد ما خلاص ما بقتش قادرة استحمل، وحكيت لماما كل حاجة، كل حاجة عملها معايا، ورفعت عليه خلع. وهو دلوقتي من ساعة ما عرف عمال يعيط ويقولي هتغير، ارجعي يا سلمى وسامحيني. وانا خايفة ارجع له، وعلى فكرة كل مرة كان بيضربني فيها وبسيب البيت كان بيقول لي انه هيتغير، وما كانش بيتغير. وانا دلوقتي خايفه، خايفه يتقال عليا اني مطلقه مرتين، وخايفه من معامله بابا ليا. قولوا لي اعمل ايه؟ اتنازل وارجع له يمكن يتغير فعلا، ولا اكمل اجراءاتي واخلعه، مع العلم ان طليقي الاولاني ما بيسالش على ابنه خالص. قولوا لي اعمل ايه؟ هاي شريف، خلصت القصه لحد قولوا لي اعمل يا عيني عليك يا سلمى. ايه رايك في اللي سمعته؟ نبتدي بالاب. عايز اسال سؤال، الاب اللي بيضرب بنته ومراته ويطردهم بره البيت في نص الليل، في نص الليل، دول لحمك، فين رجولتك؟ فين النخوه؟ انت ازاي حضرتك بيجي لك قلب ان ضناك ومراتك اللي انت اتجوزتها على سنه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام تفتح باب البيت وتطردهم في وسط الليل؟ انت هتنام ازاي؟ يعني هتحس بايه؟ هم راحوا فين؟ بردانين، شبعانين، جعانين، هيتعكسوا، حد هيتحرش بيهم، منظرهم ايه قدام الجيران؟ منظرك انت ايه قدام الجيران؟ أنا عايز أفهم، يعني الأب ده جاب ال 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 جبروت؟ لا ده وحش، ده قلب وحش. لا لا لا، جاب عدم الرجولة كتير قوي دي منين؟ طليق أولاني وجوز تاني وإيه ده؟ هي كمان غلطانة في حاجة، إنها اتجوزت بسرعة قوي، أول واحد بعد 3 شهور. ممكن تعمل إيه يا شريف؟ لا بصي، تعمل إيه؟ عايز أهرب يا أخي، أضرب يا أخي كل يوم. أقول لك بقى تعمل إيه؟ آه، تجتهد، تخلص تعليمها كويس، جدع، تشتغل، تحوش، تبقى مستقلة. وبعدين بتخلفوا ليه؟ انا شايف ان ما حدش يخلف غير بعد ما يتجوز
بثلاث اربع سنين. حتى لو هو سنه كبير وهو متجوز؟ سنه كبير هو كام ده؟ دي عندها 19 سنه. اه في ايه؟ يعني فين الخبره؟ فين اي حاجه؟ واحد عندها 19 سنه تخلف ليه؟ يعني تقعد ثلاث اربع، ده انا حتى دايما اقول لهم كده اتهنوا ببعض. يعني سلمى لو ما كانتش خلفت من الاول ما كناش هنشوف كل اللي احنا شايفينه في قصه حقيقيه. طبعا ما كانش هيحصل كل ده. معاه عيل خلاص، وكل راجل التاني ده اتجوزها اكيد مش هيديها مهر ومش هيجيب لها شبكه وهيبقى زاريلها، ما اصل انت متطلقه ومعاكي عيل فانت تعالي بقى. جوازها سهله، جوازها سهله، عايز اشيل وامشي. اه فما تستسهليش، ما تقوليش ظل راجل ولا ظل حيطه، لا الراجل هيقع بس الحيطه ممكن تبقى صلبه ما تقعش عليكي. يعني انت رايك انه هي سلمى برضو ليها غلط، عليها غلط طبعا كبير. طبعا طبعا طبعا، والبنات دلوقتي بقت واعيه وفاهمه. تتطلق ولا لا؟ انا ما بصي انا موضوع بقى تتطلق ولا لا ده بالنسبه لي اجابه صعبه جدا. انه في مذيعين يحطوا نفسهم مكانه، وانا ما اعرفش هي تصرف بكره ايه، ما اعرفش هي تاكل بكره ايه، ما اعرفش هي زيي ولا لا. لا انا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه، ما اعرفش، ما اقدرش، انا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه دي، ما اقدرش. لكن هي لازم تشتغل ولازم يبقى ليها فلوس خاصه بيها، هي مش هي بس، كل ست شايفانا اتعلمت ما اتعلمتش تتعلم ان شاء الله تعمل وجبات في البيت وتبيعها، صح، تتصرف، لازم يبقى عندها استقلال مادي. تبقى ما هو هياخده منها يا شريف لو هو على زمانه؟ لا ما هو يعني لا هتتصرف. الستات بتعرف تتصرف، الستات بتعرف تحوش وكذا وكذا وكذا. مش هياخده منها يعني فلوس؟ كان بياخد نفقه الولد. ما هتتصرف بقى، تخبي الفلوس بقى ولا حاجه، نخبيها تبقى ناصحه. انا عايزه اجيب كمان يا ست ناصحه. طب شريف، سلمى لما تبعت لنا كده هي اكيد خايفه من الكسره، هي يعني بتقول لك حسيت انا في النص وقفت عند كلمه حسيت بكسره نفس وجعتني. لا لازم تبقى كل بنت كمان لازم تبقى مأمنه، يعني سلمى خايفه من الطلاق. لا لازم تبقى مأمنه نفسها ماديا، والراجل اللي بيطلق عايز يقول لك الست لما تمسك قرش يا شريف. انا بتتقال كده بالظبط بنبره الصوت دي. لما تمسكتي القرش خلاص بقت قويه، عمرها ما تتكسر. الست لما تمسك القرش اوعى تخليها تبقى هي اللي في ايديها القرش عشان بتتغير. طب انا عايز اقول لك دايما يقول لك كده، اقول لك حاجه، 34% من بيوت مصر مفتوحه من ستات. من ستات. ثانك يو. احنا بقى لو حسبنا الحسبه 34% ست هي اللي فاتحه البيت، يبقى فاضل كام؟ وجدعه وست جدعه. فاضل كام من الاربعه؟ فاضل حاجه و70. ايه حاجه و60؟ حاجه و60 دولت ممكن تلاقي نصهم الست بتشتغل هي والراجل، هما الاثنين بيصرفوا مع بعض على البيت. بس الجمال والحلاوه صح. هي ايه الفلوس ده؟ ليه تبقى عائق؟ ليه تبقى هي اللي بتوقفنا وليه هي اللي بتمشينا فهي الست المصريه كمان لما بتعوز تعمل حاجه بتعملها. احنا كل اللي بنطلبه ما تتجوزوش بسرعه، ما تخلفوش بسرعه، ادرسوا كل حاجه عشان حياتكم تبقى حلوه، ما تجيبوش عيال تعذبوهم. بس يعني اقول لك على حاجه، في النص لما كنا بنتكلم على الفلوس وكده، الست المصريه لازم تعمل وتعمل وتعمل، بس انت قلت ما تضحيش قوي يا شريف. يعني ايه ما تضحيش قوي؟ يعني انت لما كتبت قعدت تقول الست بتضحي فساعات بيتداس عليها. وانه الراجل بيجي عليها جامد. يعني انا لو جوزي مثلا، لو انا متجوزه وجوزي حصل له دروب هشيله. طبعا. بس ده مش هيجي عليا. لا لا مش هيجي عليك، ما هو كمان الراجل بيضحي، خلي بالك، خلينا فير. ما في، احنا دلوقتي مش ضد الرجاله عشان بس الناس. لا عمرنا انا ما يعني بيقول لك ضد الرجاله وكل الرجاله بتتفرج على البرنامج. لا 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 حتى في الراديو مكالمات كلها رجاله. لا لا احنا ولا ضد الرجاله ولا ضد الرجاله الوحشه. بالظبط، احنا بنحط بين قوسين. خلينا برضو نقول عندنا نسبه طلاق عاليه، عندنا بس في رجاله كتيره في بلدنا محترمين جدا، وفي رجاله متجوزه اتنين والاثنين صحاب الضراير، صحاب لان الزوج محترم عارف يحتوي يعدل. كلامك الراجل هو ترمومتر اي علاقه. بس كده يعني انا لو ظبطني على درجه حراره كذا مع اهله ودرجه حراره كذا في بيتي ودرجه حراره، انا همشي زي ما بيقولوا. انا معاكي جدا. ثانك يو. انا دايما اشوف الراجل لو هو ا جود ليدر، قائد كويس، احنا مشينا وراه مهما مراته حتى لو بتشتغل و انسى. أنا اللي معايا الريموت، بس هو معاه الريموت وهو علمها وفهمها ان هو ليه احترامه، الراجل ليه احترامه والست ليه احترامها. صح. انا ضد ان اقول ايه ان الست زي الراجل. لا طيب. ند بالند. لا لا ابدا، مش الند بالند، ده قوتها في ضعفها. بالظبط. بس هي مش ضعيفه. لا انسى، خلي بالك، بس هقول لك حاجه، لا امثل قدامه ان انا محتاجاك انت اللي تعملي كل حاجه. بس هي مش ضعيفه ولا نفسيا ولا جسمانيا ابدا. طب دلوقتي عرفنا ازاي نتعامل مع الراجل ونعمل ايه يعني، وقلنا لسلمى وهي في الاخر هي حره اختيار، لما الاب يبقى عامل كده، ده اخر سؤال هساله لك قبل ما نخلص السيجمنت ده، لما الاب يبقى عامل كده اتصرف ازاي مع الاب ده؟ الاب للاسف
مش هتقدر تخلعه. راح في سكة يروح ما يرجعش. مش هتقدر تخلعه. هي مكتوبة باسمه. خلصنا. خلاص. ف تشوف حد هي بتثق فيه يقعد يبقى يتكلم مع ابوها. لو كان مدمن سلمى تتطلق ولا لا؟ لو مدمن؟ لا. هو مدمن. ها؟ تقف معاه. تحاول تخليه يتعالج. اخر كلام. ترجع له تاني حتى هو بيعيط ويرجع يعمل العملة تاني؟ تقف معاه. تقول له هفضل واقفة معاك ان شاء الله نتطلق بعد ما تخف واطمن عليك. قلبك حنين. لسه مكملين معاكم ولسه هنتكلم تاني وعندنا قصص كتير وحكايات كتير في قصص حقيقية. استنونا. ولسه مكملين معاكم حكاياتكم وقصصكم الحقيقية اللي بتدور النهاردة عن المشاكل اللي الأهل بيتسببوا فيها لأولادهم وأزواجهم والظلم اللي بتتعرض له الستات الضعيفة المكسورة المجبرة رغم كل اللي قدموه من حب وعطاء وتضحية. ولسه معانا شريف مذكور صديقي والمذيع الجميل اللي مشرفنا النهاردة في قصة حقيقية عشان يسمع منكم قصصكم ويحاول يساعدكم بالنصيحة والحل. يلا بينا نسمع قصة تانية. بس قبل ما نقول القصة التانية عايز أقول ملحوظة بعد إذنك. مش عايز حد بس يزعل إن إحنا بنعرض القصص دي في بالذات الرجالة. لك أنتوا عايزين تهدموا البيوت، أنتوا بتشجعوا الناس على الطلاق. الكلام ده إحنا مش بنعمل كده. إحنا بنعرض قصص. القصص دي بتيجي لسالي وبتيجي لأسرة البرنامج. هل من المنطقي او الطبيعي لما يجي لها قصه من بنت بتقول ان ابوها بيضربها زي سلمى، ابوها بيضربها يا امها ويطردها اتنين بالليل واتجوزت واحد واثنين وده يعمل فيها، هل من الطبيعي ان احنا هندافع عن الشخصيات دي؟ ابدا. ولا احنا بنظهرها للمجتمع علشان الاباء الرجاله تخلي بالها والستات تخلي بالها والابناء يخلي بالهم؟ تعال نسمع قصه ثانيه. اسمي نوره وحكايتي بدات لما اتجوزت في مكان بعيد عن بلدنا. انا اصلا من الفيوم بس جوزي خدني أعيش معاه في محافظة المنيا بمركز مغاغة في الصعيد وعشت معاه 5 سنين. ال5 سنين دول كانوا من أصعب السنين اللي عشتها في حياتي. كانت حياتي عبارة عن ضرب وإهانة وذل منه ومن أهله مع أني كنت بعملهم أحسن معاملة. كنت بعامل أمه أحسن من معاملتي لأمي وأبوه كمان نفس النظام بس هما كانوا بيعاملوني عكس معاملتي. قعدت أول 2 سنين في جوازي من غير خلفة وكانوا طول الوقت بيعايروني أني ما بخلفش وهو كان إنسان غير طبيعي ومعاملته معايا ما كانتش كويسة. حتى في المعاشرة الزوجية كنت بنام في أوضة وهو في أوضة تانية ولما كان يزعلني كان يفضل مخاصمني بالشهر والاتنين ما يكلمنيش لحد ما ربنا رزقني بنعمة الحمل في ابني محمود وقلت أكيد جوزي هيتغير بعد الخلفة بس الوضع استمر هو من كتر المشاكل كنت كل 2 3 شهور أزعل واروح عند أهلي مع أني كنت دايما بحاول أساعده وعملت حاجات كتير تفرح أي راجل لكن هو كان دايما بيهني وبيستهتر بيا وبعد ما أغضب وأمشي كان أهله بيجوا يصلحوني وياخدوني على البيت. مامته يا سالي كانت مسيطرة عليه بشكل مش طبيعي لدرجة ان هو ما كانش بيعمل حاجة من غير اذنها هو واخوه ومرات اخوه وامه كانت دايما تخانقني وتشتمني وتقول لي انتي وش الخراب انتي خربتي بين الاخوات مع اني كنت داخلة بيتهم بنية صافية وما كنتش بعمل فيهم اي حاجة وحشة. المهم فضلت في الوضع ده لمدة 3 سنين لحد ما كنت هتطلق خصوصا ان جوزي سابني وسافر بس جه في يوم ورجع من السفر وقال لي انا عايز ابني ومراتي قلت اكيد عارف غلطه وتغير فروحت معاه بيتنا ومن جوايا كنت واخده قرار اني هاخد وسيله منع الحمل عشان ما اخلفش لحد ما اشوف هو اتغير بجد ولا لا بس هو قال أنا عايز ولاد وصمم إني أحمل وفعلا حملت تاني بعد ابني محمود 3 سنين
وفي الشهر الخامس من الحمل حصلت مشكلة وجوزي ضربني ضرب جامد قوي لدرجة اني جبت دم من بقي. وكنا ساعتها في رمضان الساعة 2 الظهر، كنت هموت من كتر الضرب. على فكرة انا عايز اقول للناس القصص دي حقيقية وكتير، عشان انت مخضوضة وانا مخضوض وممكن الناس المشاهدين يكونوا مخضوضين، بس ده كتير بيحصل. بس في حاجة عشان نكون منصفين يا سالي، احنا ما سمعناش برضو الطرف التاني. صح. لانها قالت حاجة، قالت انها راحت عند اهل وعايشة معاهم وهي بتعاملهم احسن معاملة. ممكن تكون بتعاملهم احسن معاملة من وجهة نظرها هي، من وجهة نظرها هي، مش من وجهة نظرهم هم. ممكن يبقى في حاجات هي بتعملها بتستفزهم فيضطروا انهم يقلبوا او يتصرفوا تصرفات غير لائقة معاها. فاحنا برضو مش عايزين نظلم الأسرة التانية، بس لما نكمل القصة هنفهم أكثر. كملي. يا شريف تعالى نكمل. يلا. ساعتها اتصلت بأخويا عشان يجي ياخدني، وكملت شهور حملي في بيت أهلي وهو ما كانش بيسأل على أولاده، وكمان ما كانش عايز يثبت الطفل الصغير بعد ما ولدته. واتطلقت قبل ولادتي بأربع شهور وحرم محمود من لعبه ولبسه. ودلوقتي السؤال اللي طول الوقت بسأله لنفسي، يا ترى أنا ظلمت نفسي وولادي لما صممت على الطلاق، ولا كان لازم أعمل كده؟ دلوني يا سالي أعمل إيه؟ هل أنا صح ولا غلط؟ لا بصي، وانا دي هقول لها انت صح في الطلاق، مع ان انا برضو ضد ان انا اقول انت صح في الطلاق، لانه هنا عمل حاجه فظيعه، يحرم ابنه وما يسألش لا عليهم. لا لا لا، سيبك من احرم ابنه، ده مش عايز يعترف فهو بيتهمها بقى بالخيانه ان ده مش ابنه، ولا بيقهرها لو انا بوريك انا هعمل ما ايه. هو مهما عمل بقى هو مش عايز يثبت نسب ضناه ليه، فده ما ينفعش طبعا تعيش معاه. انا قصدي ده خيانه، وقصده خيانه ولا قصده قهر؟ خليكي كده. مهما عمل ده مش عايز يكتب ابنه باسمه، فلا دي تتطلق. لا، احنا عندنا دايما في مجتمعنا المصري لما الحما يجي جوز بنتها تشيله على كفوف الراحه عشان بنتها بيتها ما يتخربش، لكن لما بتيجي بقى اللي يعني مرات جوزها، مرات ابنها، تقول لها ايه؟ انت سحراله ولا ايه؟ ما تسيبني تاكلي لوحدك، ما تعرفيش تاكلي لوحدك، تقول لها انا بحبه ياكلني، ياكلني دلع مرق. لكن تيجي بنتها تاكل لجوزها تقوم هي تاكله معاه. ليه احنا كده؟ ليه المجتمع كده؟ لا مش هقول المجتمع كده، مش هقدر اظلم المجتمع. في جزء، ما احنا بنقول انه احنا، خلي بالك احنا دلوقتي عمالين بنلقي الضوء على ايه؟ في جزء. على الحاجات الوحشه طبعا في المجتمع. احنا عندك حق، نغير عندك حق، عندك حق جدا جدا، بس دي ام انانيه جدا. طب مرات اخوه، اشمعنى مرات اخوه ما كانتش ذكيه؟ يعني هي مش عارفه تبقى ذكيه زي مرات اخوه ليه؟ اشمعنى مرات اخوه ما بيشتكوش منها؟ ما يا بصي، ده عيب في الام ولا عيب في البنت؟ لا، والام اللي تعمل كده ده عيب قوي، ما يصحش. طب اشمعنى واحده حبيبتي والتانيه لا؟ لا، هي الام عندها لازم كله جوازات ولادها وزوجات ولادها وتقابر لازم يبقى المعامله هي هي. ساعات بقى المطلقة لو احنا قلنا زي نورة مثلا تيجي تقول لك انا خايفة يتقال عليا انه بنت خالتي عمرت وانا لا، تعرف ان دي ساعات بنقعد نفكر طبعا يعني كبنات مش المفروض اقول نفكر. يعني هي عايشة ومتهنية لا 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 لا, لا, لا. وانا يتقال عليا ان انا فشلت وبقيت فاشلة ومش هينفع ان انا اعمل كده، ده عدم رضا وعدم ايمان بالاسم وبالنصيب. انا لازم اكون طب انا هو يوم ما جالي السرطان في جسمي وكانسر انا قلت ايه؟ الحمد لله قلت الحمد لله نعمة وفضل، ده حب من ربنا. أنا يوم لما ربنا يرزقني إن أنا أجيب عربية غالية مش هبقى فرحان بيها؟ هبقى فرحان بيها. ويوم لما يرزقني بمرض أنا كمان لازم أبقى فرحان بيه. ويوم ما أتجوز وأتطلق وأخد قراري أبقى فرحانة بيه. بالظبط، عشان أنا أخدت قرار وما ندمش. عشان نورة ما تندمش، ما تندمش. كل حاجة بنعملها في حياتنا إحنا بنتعلم منها. اللي يخاصمها بالشهر والشهرين، اللي يحرم ابنه من لعبه، اللي يقول لها مش هكتب ابنك باسمي. لا ما هي دي لوحدها الاخرانيه دي، يسيبها ويسافر. لا لا لا، انا كله ماشي عندي ما عدا الحته دي، ما انا مش هكتب ابنك. طبعا انت بتتكلمي في ايه يا سالي؟ يعني ما تندمش. لا طبعا. طب بقيت مطلقه عادي؟ عادي جدا مطلقه، انزلي واشتغلي، شوفي هواياتك ايه، شوفي عيشي حياتك. اما انت كنت متجوزه واحد يا نوره ربنا ينور لك حياتك يا رب. الله وبيقول لك انا مش هعترف بالعيل ده، يبقى معناها ايه؟
انك بتضيعي وقتك مع واحد مش راجل وغلط. بس خلاص. طب لكل بقى بنت مش عارفه تتعامل مع حماتها، بتشوف ان احنا المفروض نعمل ازاي؟ يعني لو مش هقول لك بقى بالاتيكات والفن واعمل ايه واخش لهم بحاجه، لا ببساطه اتعامل ازاي مع حماتي لو هي كانت وحشه؟ الطريقه اللي هتعاملي بيها امك تعاملي بيها حماتك. ازاي؟ ما ينفع مش حد زي امي يا شريف مهما حصل. انت عايزه تموتني؟ حتى لو بشويه تمثيل خشي عليها دخله حلوه، او ما ناخدهاش تمثيل ناخدها جبر خواطر. جبر خواطر كفايه ان هي جابت لي احلى حاجه في الدنيا جوزك سيد المعلمين، فاهم؟ ديك البرابر بس خلاص. دلعيها قولي لها كلمه حلوه. كسفتك ما ترديش عليها، ما تعمليش الند بالند معاها. ما اروحش اقول لابنها امك، لا هنا مش هقول مامتك بقى، هنا خلاص قلنا مامتك. ما تروحيش ابدا تشتكي وتقول امك عملت وسوت. سيسيها خديها على قد عقلها، هي هتتكسف هتحرج منك لما هتلاقيها صغيره بتعمل كده. زادت فيها ابتسمي بس، اعملي لها اكله حلوه. بصي حضرتك انا عملت الكيكه دي قلت اعمل لك واحده. اول مره ادوق اكل بالوحشه دي يا حبيبتي. مش مهم. طنط ميرسي. المره الجايه المره الجايه هعملها لك هتبقى احلى ان شاء الله. طب بقول لك ايه يا طنط، وقفيني معاكي في المطبخ علميني. عشان دي بيحبوها قوي، عشان ابقى احسن. عشان اعمل لفلان اكله احلى. سيسيها خليكي لطيفه. بقول لك ايه، اسهل حاجه في الدنيا ان الواحد يبقى لذيذ ولطيف مع الناس. لا بيتهيألك دي طاقه. ما ها طبعا انك تبقى رخم اسهل. انا شايف ان الرخم يعني دي صعبه. سوشيال سكيلز. لا 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 لا. ان احنا لازم يبقى عندنا القدره ان احنا دايما نبتسم. لا يا سالي لا معلش انا بعترض. ايه انا بالنسبه لي صعب ان يعني مش قصدي كده، مش جاي امدح في نفسي بس. لا انت جميل، انا ده اللي بقوله. لا ان الواحد يبقى اللي يعرفه بجد يعرف القلب ده عامل ازاي. القلب سليم واحنا في الفصل الله مبارك. الواحد اللي يبقى قليل الادب ويشتم ويجعر ويبقى سخيف مع الناس دي حاجه صعبه جدا. ايه طبعا الاصعب انك بس ما هو لو كتم في نفسه هيموت هو. طب ما يموتهم هم. لا ما يكتمش في نفسه. بس هو ليه يعمل كده؟ صح. ولو عمل كده بعد كده ممكن يعتذر، انا جيت غلطت فيك يا ستي. هقعد افكر كده شويه، انا ايه اللي حببته ده؟ انا اسف. ده انت قلبك فل. تعالى ناخد فاصل يا سيدي، مش مصدقه والله القلب الحلو ده. فاصل وراجع لكم تاني، خليكم معانا في قصه حقيقيه. ولسه مكملين معاكم حكاياتكم وقصصكم الحقيقيه والمشاكل اللي قلنا انه بيكون سببها الاهل، سواء بقى اهل البنت او اهل جوزها او الاثنين مع بعض. لسه معانا شريف مدكور منورني هنا في الاستوديو. عارفه انكم عايزين تسمعوا اراءه اكتر، لانه شريف اراءه مريحه. انا بالنسبه لي حتى ساعات لما يكون عندي مشكله ممكن اساله. فاكر كنت بقعد اسالك وحاجات في البرنامج او حاجات في شغلي مش عارفه اتصرف او اعمل ايه، عنده سلام داخلي. السؤال اللي في الحقيقه ناس كتير قوي بتساله اللي هو السلام الداخلي. هنجيبه ازاي السلام الداخلي ده؟ طبعا الاسره ليها عامل، امي وابويا اكيد. في تربيتي وفي طريقه التربيه كانوا قافلين عليك قوي يا شريف. خالص بالعكس، بيسيبوك كده تماما. انت اعمل اللي انت عايزه عشان ربنا اللي بيربي يا شريف مش احنا. واغلط. طب الاهل بقى اللي بيتدخلوا زياده، يعني ده محترم قوي، ده حلو، كلام يحترم جدا. انا بحب. قالت لي عارفه انت بتوعيني مش بتخوفني. انا بصي انا هقول لك حاجه، انا من النوعيه برضو اللي اتربيت انا بحكي لاهلي كل حاجه، بحب احكي لهم. دي اهم حاجه عشان ما نشوفش الكلام ده في قصه. انا بحب فاخد اقول لابويا ايه رايك؟ اعمل ايه؟ فيقول لي. ممكن ما اخدش برايه. ما يزعلش؟ لا 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 ولا يعاقبك زي ما بنشوف وضرب وطرد في نصاص الليل للليالي؟ لا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا بيتنا فيه رجاله محترمه وسيدات محترمين. راجل يعني يحتوي يعني. طبعا مفيش الكلام ده، ابويا عمره ما زعق لي يبقى هيضربني؟ عمره ما زعلك؟ لا لا ابدا ابدا، ولا عمره زعق لامي. ولا انت كنت طفل مؤدب؟ انا شفتش عايز تطلع. انا كنت طفل مؤدب. انا عمري ما شفت ابويا بيزعق لامي. اصلا ده ما ينفعش يحصل. ولا ينيمها زعلانه حتى لو هم بينهم من بعض كان في مشكله، ما ينيمهاش زعلانه. طب الراجل اللي يمشي ورا كلام مامته وهي غلط؟ لا ما هو بصي بقى اصل دي لو هي صح يمشي كلامه ورا كلام مامته الاول ولا لا؟ لو ايه؟ لو مامته صح يمشي ورا كلام مامته. اصل صح وغلط ده نسبي. نسبي، شيء نسبي مش بس يعني بالاصول، ما احنا بنوزنها بالاصول. لو كلام مامته صح يعمله ويقنع مراته تعالي بالهداوة يا بنت الحلال. امي رايها كذا كذا، انت ايه رايك؟ ما يقولهاش انا موافق على كلام امي. فهماني؟ بالشياكة. بالشياكة. بذكاء وفطنة. مثلا انا رحت سالت مثلا ماما ان احنا مثلا هنعمل كذا، انت ايه رايك؟ هتقولي هي قالت لك ايه؟ طبعا. انت ايه رايك؟ انا عايز اعرف انت هتقولي ايه؟
اللي مراتك هتقوله لك ولا ايه ده؟ طب لما ست تيجي تقول له انت ده نفس كلام ما... استني بس ده نفس راي ماما قالت لك عكسه. قول لها هقول لك حاجه. ايه شوف اذا كده هقول لك حاجه، انا رايي من رايك مع ان امي قالت كذا، انت شايفه ايه؟ هي عندها خبره نمشي برايها ولا راينا واحنا ما عندناش الخبره قوي نمشي بيه؟ لو هي صدته وقفت قالت طبعا ما انت رحت خدت راي ماما، رحت لماما الاول، ماما اللي بتاخد التقارير وانا اجي اخد على الجاهز، اسالني رايي بعدها. في طريقة والله ما انا قايله رايي. في طريقه لسرد الموقف ان احنا نحكي بيها القصه، وفي طريقه ان انت تبعدي جوزك عنك وتخليه مش طايقك. بالظبط، لما انت هيجي يقول لك ايه رايك في الموقف الفلاني، انا سالت ماما بس مش هقول لك رايها، عايز اعرف رايك، فرايها يطلع زي راي امك. لا ايه ده، ده انتوا الستات بتعرف تفكر في حاجات غريبه. خلاص هنعمل كده، ده انت رايك زي راي ماما، خلاص ده راي اغلبيه. لقيت رايها مش زي راي مامتك اوكي، ما تكسفهاش ما تكسفهاش. سو الراجل يعرف يعمل البالانس ده، لما يلاقي مامته بتقول حاجه يا طبعا حبيبي، مراته بتقول حاجه يا حبيبي، ده لود، هو يعرف يركز في شغله. لا لا يعرف يركز في مامته ويركز في مراته ويركز طبعا ده لحمه، انا بقول كلمه لحمه ما بقولش عيلته، صح؟ امه دي لحمه ومراته دي لحمه، خلصنا. فلازم يركز. امال هو هو الجواز ايه يا مسؤوليه؟ هو انا ما اتجوزتش ليه؟ ليه؟ عشان انا ما عنديش القدره. انا ما بحبش السؤال ده بس فاهم. لا 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 لا. حتى يعني بتقولي اللي انت عايزاه، بتتدخل قوي فاهم. انا مش عايز اتحمل مسؤوليه بطريقه معينه، لان انا عارف ان انا راجل بيقدر يتحمل. بقى اللي بيجيب الاطفال عنده في البرنامج واللي ده شغلي واكل عيشي ده اكل عيشي، لكن مش ما اقدرش اتكلم بمنتهى الامانه جدا. ده اكل عيشي. انا مش عايز اتجوز واحده تبقى عايشه مقدره ومش عايز اتطلق، ما بتشوفكش، ومش عايز لا انا بقعد في البيت وقت كبير، ومش عايز اخلف عيال. انا لذيذ مع الاطفال وبلعب وبتنطط، بس لو عندي اولاد لا، في مذاكره وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فانا عندي هعرف اشيل مسؤوليه، بس انا قدراتي النفسيه مش عايز اشيل مسؤوليه. يعني اللي مش عايز يشيل مسؤوليه ما يتجوزش احسن طبعا، بدل ما نشوف الحاجات دي في طبعا. هو الجواز مش فرض، هو جواز فرض لا في اي ديانه لا. طب ايه رايك سن الجواز المفروض يبقى من سن كام سنه؟ لان احنا راجعين تاني بالزمن لورا، يعني بقينا نتقبل الزوجه الثانيه. لا مفيش حاجه اسمها سن، وبقينا بنقول جواز الصغيرين. لا 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 مفيش الكلام ده. الصغيرين ايه؟ الصغيرين بيتجوزوا يا شريف دلوقتي وعندهم 21 سنه مثلا. انا بالنسبه لي انا بخلص جامعه انا مخطوبه وانا في الجامعه. انا البنت يبقى عندها 28 ل 30 والراجل يبقى عنده 35 36. انا شايف ده السن المناسب، يكونوا اتخرجوا، يكونوا اشتغلوا، يكونوا حوشوا، يكونوا اتبسطوا. المسؤوليه مرتبطه بسن معين ولا المسؤوليه بتبقى على يعني على الشخصيه؟ لا على الشخصيه طبعا، بس كل ما الواحد بيبقى ماتشور وناضج كل ما بيقدر يتحمل مسؤوليه زي ما انت حليت لنورا مشكلتها، بتقعد تسمع الراجل اللي هو مش راجل اللي يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ده مهما حصل انت ما بتتصلحش. يعني مش حتى لو كان عنده 40 50 سنه ما حدش بيتغير في يوم وليله، الناس بتتغير بالمواقف وبالخبره. عشان كده بقول لك سن البنات للجواز اللي انا متخيله، كل واحد حر طبعا، 28 ل 30 والرجاله فوق ال 35. طب في كان في مشكله معانا انا كنت قريتها كنت عايز اسالك فيها برضو، انه فرق السن 17 سنه بين الزوجه والزوج، ده عادي؟ انا شايف انه عادي. بالعكس، لا 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 مش كتير خالص. ده يعني 17 يعني سنه، هو اكبر 10. اكبر منها ب 17 سنه؟ ممكن يبقى اكبر منها ب 20 سنه، ايه المشكله؟ هيجاريها ازاي؟ ده فرق اجيال، مفيش حاجه اسمها كده. تختار 10 لا 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 انا مش مقتنع. هيجاريها ويخرجوا ويتنططوا ويلعبوا ازاي؟ انا يا بنتي كبرت على اللي انت بتعمليه ده. لا لا في الغالب الراجل اللي هيفكر في كده هيبقى راجل لذيذ وروحه شابه. في ناس ما بتكبرش فعلا، في ناس ما بتكبرش. طب انا عندي 50 سنه، مين داخل على 50؟ انا اهو فاضل له سنه. انا عندي 50 سنه اهو، انا ممكن اتجوز واحده عندها انا دلوقتي قدامك اهو عندي 50 سنه، فريدي اتجوزت واحده عندها 30 سنه، فرق بيني وبينها 20 سنه. لا مش هحس تو بي اونست، والحقيقه تتقال. طب بس خلاص، فده مش بالنسبه لي. وممكن الست تبقى اكبر من الراجل، انا ما عنديش مشكله برضه تبقى اكبر منه بخمس سنين. طب ايه رايك في بيت العيله؟ اصل احنا شفنا في الموسم اللي فات يوه شكل قد كده قد كده يا اخويا. بيت العيله، ايه رايك في بيت العيله؟ ايه يعني ايه؟ يعني انا ببقى ساكنه، انا ساكن في كده، اما انا عايش كده. انت صح، انت اخوك ساكن معاك صح حبيبي. بتبقى على حسب الشخصيات يعني، على حسب. يعني بيت العيله مش هو سبب المشاكل كلها، اللي عايز يعيش في سلام هيعيش في اي مكان. بيت عيله بيت ايه هيعيش، هو الموضوع كله التعامل الحسن. بس القرب زياده عن اللزوم بيعمل صدام على طول، يا دايما يقول لك
اتقل حبه تزيد ما خليك انا ما بعرفش كده خليك خفيف انا ما اعرف انا ما اعرفش بقى هاتي ليمونه هاتي ليمونه انا سمعت ان انتوا عندكم كانتالوب وانا بحبه ما تجيب لي كده عادي اتفضلي تعالي خشي واشتريها معايا وناكلها مع بعض معقوله اه طبعا ده جوزي جايبها لي انا مش هديها لا مفيش حاجه اسمها كده عادي بالعكس ايوه لذاذه انا جعانه وما عنديش اكل في البيت وما فيش دليفري النهارده عندكم انتوا انت طبخه ايه ان كذا وانا بكره هطبخ لك كذا انت احنا ما شاء الله اللهم بارك يا ربي بنعمل كده تنزل تقولي مرتك انا عايزه اكل انت عندك اكل اذا إيه كان الجيران بيعملوا تعالي يا بنتي سالي اذا كان الجيران على ايامنا ما اعرفش دلوقتي في ايه كانوا كنا بنعمل كده انا كنت بعمل كده في يوم فعلا احنا فاكر لما كنا جيراننا تحت احلى ناس في الدنيا طنط نبيله ربنا يديها الصحه لما كنت ساكن في العماره دي بتعمل بيتزا انا اجم ريحه البيتزا انزل اخبط والله طنط جدع اعمل لنا واحده كان عندنا طنط بتعمل رز بلبن اهو تعملي لنا اعملوا لنا معاكم يعني عارفه الرد ايه عينيا يا حبيبي الله تسلم عينيكي اوكي طنط امال تحت ريحه الكيك فظيعه انزل اخبط عليها انا نفسي في كيك انا امي ما بتعرفش تطبخ انا كمان اوكي هاي فايف انا مش بقول كذا كذا ده يحصل مع الجيران ده يحصل مع العيله هو ليه الناس خايفه تقرب من بعض يا سيدي في ايه ليه انا مع رأي ما مش الماديات كل لو بصيتي ورجعتي كلها حاجات ماديه ما نقرب من بعض ما نحب بعض ما نتعامل مع بعض بالحسنى ما نبتسم في وش بعض ما نبقى واقفين ما بقى قاعد في العربيه وابص فابتسم لواحده مش ضروري معناها ان انا بعكسها ابتسامه لما ابص الناحيه الثانيه واحد ابتسامه ايه السماحه دي يا اخي اهلي علموني كده وديني علمني كده وانت جيت عشان تعلمنا النهارده كده لا انا ما بعلمش حد لا بنتعلم منك والله القدوه انا بتكلم احنا بنشوف الناس اللي عايشه في سلام بنشوف انه مشريف مذكور عمل كده مسالي عبد السلام مره في يوم عملت كده مش فلانه عملت كده ليه ما نتعلمش من بعض مش عيب مش عيب خالص بالعكس انا كل اللي عايزه ان احنا نبتسم في وش بعض دي الابتسامه صدقه جدع صدقة عارفين يعني ايه لما تبتسم في وش بتهون كتير قوي يا شيخ يعني القصص بتاعت النهارده كانت ابتسمت حماتها في وشها ولا ابوها كان ابتسم في وشها وقال لها انت تنوري بيتك وتقعدي من غير عريس حتى لو ما فيش كنا خلاص انا بقى في حاجه بس بما ان كل المشاكل اللي جات لك احنا ما قريناهاش كلها بس انا كلهم فيهم اسمع رايك في كل حاجه كلهم فيهم حاجه مشتركه إيه؟ عامل مشترك الضرب او النداله او الخسه بس الضرب ده شيء غير مقبول ما ست تتضرب تتطلق ولا لا لا عشان لو قلنا كده كتير قوي هتطلق عشان احنا عارفين الواقع والحقيقه بس تقعد معاه تكلمه بالهدوء وهو فايق في لحظه صفا انت حلوه وهو فايق دي انت وهو فايق لازم انت عارف انت عملت ايه انت اهنتني انت ضربتني انت اختك توافق ان جوزها يضربها انت بنتك توافق ان جوزها يضربها مهما عملت احتويني انت وانت ايديك في ايد المأذون بتتجوزها بتقول ايه بتطلبها بتقول الكلام اللي بيتقال ايه الكلام ده ايه الكلام ده كله بيتمسح لا ده انت عملت عهد قدام ربنا انك هتحافظ ده عهد حاجه مقدسه مقدس طبعا ان انت هتحافظ على الروح اللي معاك يا سالي انا الكلاب اللي عندي ما بضربهمش اتكسف اضربهم يبقى البني ادمين ما بالك الكلاب نورتني ابقي هاتيني دايما من احلى الحلقات معايا خلاص انت ثابت معايا عايز اقول كلمتين قول طبعا مبروك السيزون الجديد ودايما في نجاح وانت طبعا شهادتي فيكي مجروحه على راسي وبتعملي مجهود انت وكل الكرو البرنامج حلو قوي الحمد لله والقصص شفت كلها رزقي شفت عاملين ازاي فعلا كلهم رزق حلو. واحد اقسم بالله الله بارك الله اكبر عشان نيتك حلوه وعايز اقول حاجه على نيتكم ترزقون سالي مذيعه محترفه لكن قبل كل حلقه هي قاعدة تدعي وتقرا قرآن وتقرا أدعية أكنها صح. اول حلقة هتعملها في حياتها وقلقانة وخايفة على شغلها بخير. فدي حاجة تحسب لك وهتفضلي ناجحة عشان انت كده جعلنا من المخلصين فيها يا رب نورتني سلام لي وعلى راسك شكرك. استنونا وحلقة جديدة وقصص حقيقية قصص كتير قوي بتبعتوها انتوا ابطالها في قصة حقيقية باي باي